صعب نبقى اتفقنا ليتس جو خلاص ما تقلقش حطي صوتك انا بعطيك كيف مش مغطي انا عم بالواتساب حطي صوتك يا سلام تعال شوف شو بسوي اساسا انه عم يطلع بالواتساب هو مش حاطه عيدك اجا نظامي ايوه حاج عبي عبي الاردم يا لطيف اوكي روح سلام كيف راح سلام وين حطها حطها هنا هنا بين اذا عمش دم ايه بين شيء ايدي دم ايدك دم ايه بين ايه يا بسم الله وسختيني انا اجي وراك خالو شبه بالك يا زلمه صرت ترجف يا حرام عليك فعلا ما بتستحي فعلا تبكي ما حسيت روح انت لعبت لا 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 شو اسمنا احنا تفيد زفت يا زلمه العمل بما انه انتم سويتوا فيني معلم انا كمان لازم اعوض طيب بس يا راجل ما بنسوي فيك مقلب الفكره هيك لو عم تحكي فيا كمان بس انت ما بتعرف انه هون يعني شو لان انت سويتي فيني مع هنادي زيدي بس ما عملت هيك انت كمان زمان قلعتونا مو طيب ماشي بقى بتقارن يا بني ادم اللي عم بتدام ايش هذا والله حسيت هالمره ما عم بتصدق ايش فيك ثاني مره طلع ايدي شو صار لا لا ما تحسي فيها بعد ايش فيك ليش بقول لك انت صار لي بس ما هذا كان جنبك شو بعد تصور خلص حاجتك يا زلمه خلص 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 اسمعوا يا جماعة انا اخذت حقي من رنوش شو ومن محمد اخوها احمد والله انظلم بيناتهم احمد ما كان لازم اخبر احمد والله هي دي بيجي شو عايز مش عايز اروح على شاب شو هلا يا جماعة
انتظرونا مقالب اقوى من هيك، رح اسوي فيكم مقالب بفزق فيكم والله، رح افتح فيكم شوارع المقالب. يا جماعه اكتبوا لنا افكار مقالب بالكومنتات، وحياة عيونكم لاخذ منكم كل فكره احلى من الثانيه، بس بدي من الكل اعطوني فكره مقلب اعملها برنوش. بانتظاركم يا شباب. لسه بعد الله احرقكم. الا برنوش برنوش برنوش. ما بدي. يا جماعه اعملوا لنا لايك للفيديو، وصلوا له 10,000 لايك لحتى نعمل لكم مقالب ثانيه. انا رايح اخسر ايدي وراسي، عبيت حالي دم. روح شيل علبه الدم انت. يلا لهون كوني، هاي الفيديو.